متتبعينا الكرام، متتبعي قناة أخبار الفجر المغربية والفجر سبورت، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج استوديو الفوتسال اللي كنقدمه دائما من استوديوهات ديال الأخبار الفجر المغربية والفجر سبورت. دائما في المرافقة كاين واخا هو ما كيبغيهاش الخبير ديالنا ديال ميني فوت الزميل المهدي القشيني. مرحبا، تحياتي سمار، تحية متابعي أخبار الفجر المغربية والفجر سبور. نجدد ترحاب في هذه الفقرة اللي غنحاولوا نكتفوا فيها المتابعة ديال الفوتسال من خلال تسلط الضوء على العديد من القضايا اللي في كما كنقولوا في الظل في الجانب المظلم. هذا الدور ديالنا كإعلاميين كصحفيين باش نسلطوا الضوء في إطار تطوير هذا الميدان. نعم، المدينة وسلطوا الضوء. وغنبداو بأول موضوع اليوم عندنا هو موضوع فريق النصر ستاجي. أنا توصلنا من بعض اللاعبين وبعض أوديوات أو فيديوهات أنهم كيقولوا أنهم ما توصلوش بالمستحقات ديالهم ويمكن يقدروا يغادروا الفريق في هذا الميركاتو الشتوي. مهدي، اش كتقول في هذا الموضوع؟ أنت اللي متابع عن قرب هذا الموضوع. هو صراحة كيبقى موضوع مثير للجدل لأنه كاين واحد المشاكل المادية عند فريق النصر الرياضي ستاسي اللي أكد لنا السي ابن بالرياض في خلال الاتصال معاه. بالنسبة للاعبين الآن اللي هما فخر الدين الحباباد وياسين حيمي اللي اتصلنا بنا وما قال غيدوز، ومعنوا على أنهم غادي يغادروا فريق النصر الرياضي ستاسي بسبب عدم التوصل المستحقات ديالهم. كان مسألة مثيرة للجدل في نفس السياق، كان مجموعة من اللاعبين دايرين إدراك في الأسبوع الماضي لكن تراجعوا معاه بعد ما تمت تسوية الوضع مع الرئيس اللي عطاهم جزء من المستحقات المادية ديالهم تتعلق بمنح المباريات، باقي بعد من منح التوقيع، باقي بعد من الأجور ديالهم. وهذا الشيء أكدوا البلاغ ديال النصر الرياضي ستاجي عبر الصفحة الرسمية من خلال الاتصال ديال الأسبوع الماضي، يعني قبل الاتصال ديال اليوم. كان قال لي الرئيس على أنه غيعطيهم باقي المستحقات أو جزء من المستحقات المتبقية يوم غد الثلاثاء او يوم اربعاء كما قال لي اليوم. الان كنتفاجئ يعني بواحد جوج لاعبين كيقول لك على انهم ما توصلوش المستحقات ديالهم، باقي يعني كيسالوا الكثير وقالوا انهم يغادروا الفريق واللي هما من ركائز الفريق اللي كما كنقولوا حارب باش يطلع القسم الوطني الاول وقدم مستوى لا يستهان به في هذا المستوى. يعني رغم الامكانيات الماديه اللي فيها واحد ضعيفه نوعا ما تمكن على انه يوصل لهذا المستوى، ولكن هذه كتبقى امور عاديه كنقولوا هي مسائل داخليه متعلقه ماشي بالتسيير المادي ولكن بالامكانيات الماديه بشكل عام. نعم، حنا بدورنا كنتمنوا ان تسوى الامور داخل فريق النصر الستاتي اللي هو فريق محترم، فريق عيننا هنا في مقابله هنا بمدينه قنيطره، فريق يقدم في القسم الثاني يقدم كره جميله، عنده اداره محترمه برئاسه السي عبد النبي رياض اللي كيبذل المجهودات اللي قادر عليها وفوق طاقتك لا تلام. فلازم شويه تصبر لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب، وهذا الشيء كله في مصلحه فريق النصر الستاتي اللي فريق كما ذكرت فريق محترم وفريق اللي غادي يقول الكلمه ديالو هذا الموسم الى في حاله ما سوات الامور ان شاء الله. نعم، كموضوع ثاني مهدي، عندنا استقاله ديال سي محمد الوهابي اللي هو المدرب ديال فريق اجاكس طنجه. حنا كنا تكلمنا في الحلقه السابقه على جوج ديال الاستقالات، ولكن مع الاسف كتجي الثالثه. اش تقول لنا في هذا الموضوع مهدي؟ بالاستقاله ديال محمد الوهابي، الموضوع واضح ولكن متشعب من ناحيه اخرى. كاين واحد الاشكاليه كنتابعوا مثلا هنا في المغرب هي ان اللاعب كيمارس كره القدم يعني الكرون فوت وكيمارس كره القدم داخل الصالات. استفسرت مختصين، استفسرت اعضاء جامعيين واش كتكون الحاله ديال التنافي، اكد لا، يعني الحق عندك لا ليسونس انك تلعب في الكرون فوت وعندك الحق تلعب في الفوتسال، ولكن الاكثر فريق اللي كيوضح مثال اللي هو فريق اجاكس طنجه اللي كيمارس على مستوى متميز في القسم الوطني الاول هوات، وعندو لاعب اللي هو كان هداف الموسم الماضي، وفي نفس الوقت مجموعه من لاعبين الفريق كيمارسوا مع الفريق في القسم الوطني الاول الدوري المغربي للفوتسال وصعدوا به الموسم الماضي من القسم الوطني الثاني وحققوا مستوى متميز لدرجه ان البعض نودي عليه للمنتخب الاولمبي. يعني هادشي واضح كلشي عارفه. كاين واحد المساله كنلاحظوها كل اسبوع، اللاعب كيلعب مثلا
في نفس نهاية الأسبوع كيلعب مباراة في الكرون فوت ومباراة في الفوتسال، وهذه كانت اللعب قدر على أنه يسير على المستوى البدني ما عرفتش كيفاش، ولكن المتقلب ديال الفوتسال وصل لواحد الحد ما بقاش، لأن الفوتسال ما بقاش مأخذ واحد جدية كبيرة، رغم أن الرئيس ديالو عضو جامعي، رغم أن الرئيس ديالو يعني عنده واحد المستوى التركيز كثير على مسألة الكرون فوت وليس على مسألة الفوتسال، وهذا الشيء اللي خلق واحد الخلل كبير على المستوى التقني. قبل بداية الموسم كان استقالة كرامجا اللاعب الدولي السابق، الاسم ديالو هو هشام قيوري معروف بكرامجا، وبقى سي محمد الوهابي اللي دوز دورة تكوينية تحت إشراف الفيفا والجامعة ديال المستوى الثالث لمدرب كرة الصالات. غادي واحد الامكانيات محترمه، ولكن كما كنقولوا دائما الغالب الله، بعد مرور 9 جولات كنشوفوا 5 نقاط اجاكس طنجة في الرتبه الاخيره. المدربين دائما كيبغيو يحثوا على النتائج كما شان تحدثنا على عصام اوديز، دائما كيبحثوا على النتائج، دائما كيبحثوا على التميز، وبالتالي شاف على هذه نهايه الرحله تقريبا هذه 5 جولات أو 4 باش توقف النشاط ديالو مع الفريق. ويوم امس في اتصال هاتفي لي معاه اكد لي على انه ما غاديش يستمر مع الفريق الا في حاله اصلاح الامور، وحاليا هو متوقف رغم انه عنده حاصل على دبلوم من المستوى الثالث اللي كيأهل لي الاشراف على فريق القسم الوطني الاول. نعم المهدي، وبعيدا عن الاستقالات وصلنا من الجزائر شقيقه خبر ديال الاطار الوطني والخبير الفيفا سي هشام دقيق انه غادي نضم دوره تكوينيه ثانيه لفائده الاشقاء الجزائريين المحسنين في هذه اللعبه هذه، وذلك بعد موافقه بطبيعه الحال الفيفا. مساله ما غاديش نقولوا غريبه على سي هشام دقيق، كما وصفتوا سفير فوق العاده، سفير المغرب في الجزائر في زمن قطع العلاقات الدبلوماسيه، كياكد لنا على ان مساله ما بين الشعبين هي مجرد عاصفه سياسيه تاثروا بها البعد، ولكن دائما ما ندخلوش هذه العاصفه السياسيه اللي دخلوا فيها بعض الاعلاميين خلال الفتره الاخيره، نتحدثوا بشكل واقعي. العلاقات متميزه على المستوى الرياضي لا على المستوى العلمي كما عينت انا عن قرب، يعني العلاقات ما بين الجامعات الجزائريه والمغربيه كاين تعاون كبير على مستوى الوثائق، على مستوى المعرفه، على مستوى الادوات المنهجيه. نفس الامر انتقل للفوتسال، نتمنى العدوى تنتقل للكرون فوت، لان نحن على مشارف واحد المواجهه ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري بكاس العرب، نتمنى العدوى تنتقل هذه المواجهه الى حدثت في دور الربع، وما تكونش واحد العداوه اللي بعيده كل البعد على الاخلاق الرياضيه. مع مهدي، وانا كنذكر الكلمه اللي قلتي ان الرياضه تصلح ما افسدته السياسه، وهذا بطبيعه الحال اللي كنتمناه. نتمنوا مقام طيب للخبير والاطار الوطني الاخ ديالنا والصديق ديالنا سي هشام دقيق. كان في هذا الاطار كان خبر صار ومفرح بالنسبه لكره القدم داخل الصالات بالمغرب عامه وبمدينه القنيطره خاصه، وهي تم اختيار الحارس رضا الخياري ضمن احسن 5 حراس في العالم. اكيد مساله عاديه بالنسبه لي، لانه هذا اللي اختارته يعني واحد منظمه اللي مختصه في الفوتسال، يعني واحد مجموعه واحد المنبر اللي مختص في الفوتسال على المستوى العالمي وليس على المستوى المحلي. رضا الخياري صراحه كان في رضا، يعني رضا واحد الانسان اللي عزيز عليه هذه الرياضه وعطاها الكثير، وجاء الوقت فين يتكافئ. شفنا في المونديال في الوقت اللي كان الكثير كيوجه ليه الانتقادات في دور المجموعات حتى دور الثمون في مواجهه البرازيل اسكت الافواه، حتى الهدف واحد ما كيتحملش المسؤوليه، يعني باش توقف مع النجوم البرازيليين وما ادراك ما البرازيليين والفوتسال وتوقف معهم داك الند باش تقدم واحد المستوى تحافظ على المكان الاساسي ديالك مع المنتخب الوطني الدقيق اللي عنده واحد الشروط صارمه باش تكون معاه وتحافظ على المكان الاساسي في ظل وجود حراس صاعدين حراس متالقين. مساله ماشي سهله، رضا اجتهد تالق في المونديال تتالق في البطوله، الكوب دافريكا خدا هو احسن حارس، الكوب دارب خدا احسن حارس، الكوب دافريكا الجايه الى لعب اكيد غياخذ احسن حارس، رضا فين ما مشى كيكون هو افضل حارس، علاش لا ما يكونش مع الافضل العالميين. وكنهنى رضا اللي هو قبل ما يكون لاعب واحد صديق اللي تابعناه
تابعنا المراحل ديالو يعني منذ اول فرقه خدم معاه اللي هي فريق التقدم وبقات الاطار والاب الروحي للمجموعه الملكيه ديال اللي هو السي محمد فؤاد بوش اللي كنوجه له التحيه من هذا المنبر، وكنوجه التحيه حتى اللي احتضنوا فريق نادي سابور القنيطري اللي مارس معاه الكرون فوت ومارس معاه الفوتسال لا فيلوت ثم دينامو الان مع لوكوس رقصة كبير. نتمنى حاجه وحده اللي كنتمنى اللي باقي ناقصه رضا وهي الاحتراف على المستوى الاوروبي. نعم هذا اللي نتمنى هو رضا مهدي من خلال هذه المرتبه المشرفه اللي حصل عليها، فاكيد يبعث برساله واضحه للحراس الشباب اللي كاينين في البطوله الوطنيه، وتبارك الله هما اكثرهم في البطوله وكنعينهم دائما خلال جميع المقابلات اللي كنشوفوهم خاصة أو اللي كننقلوهم عبر أخبار الفجر المغربي. اسمح لي على المقاطعة بهذه المسألة، من بين المسائل اللي حافظت على تطور مستوى رضا وهو مدرب حراس المنتخب الوطني المغربي ربيع الزعري، لأنه اللي واخا اعتزل كان تابع عن قرب المسائل ربيع الزعري في تواصل دائما مع الحراس المتميزين في البطولة، سواء ندي يعني المنتخب الأول أو الأولمبي او لاحقا مع سيدي السيح في منتخب فيتيلو الشبان اي حارس بان، والا رابع كيتواصل معاه كيقاد واحد الفيش تكنيك اللي كيحدد فيها نقاط الضعف نقاط القوه وكيخدم عليهم بواحد المستوى بواحد الخبره بواحد الدراسه اللي اكيد خدم لنا كثير من خلال العمل ديالو في المنتخب المغربي. أن مشاهدينا الكرام في الحلقة السابقة كنا تكلمنا على صورة مثيرة للجدل، اليوم نتحدث على خبر مثير للجدل. مهدي كما كتعرفت وصلنا من الأندية ديال جهة الشمال يعني جهة تطوان طنجة الحسيمة برسالة كتوضح المعاناة اللي كتعانيها هذه الأندية فيما يخص سواء منح، ولكن ابسط حاجه هي البنيات التحتيه. هاد الناس كيتشكاو ما كيلقاوش فين يمارسوا الرياضه ديالهم. الصراحه يعني البنيه التحتيه عارفين على ان باقي ثقافه الفوتسال ما انتشرش في المغرب بشكل كامل، ولكن دائما اليوم كيبقى المنظومه ديال الفوتسال ككل، لان ما كاينش واحد التعاون ما بين الجهات الوصيه والمجالس الجماعيه. ما تتحدث على رغبه في التعاون، رغبه في التعاون كاينه لان كتحدث معها كتلقى ناس التعاون، ولكن التطبيق الفعلي اللي يدير لك التعاون ما كاينش. نعطيك على سبيل المثال مارتيل عندها فريق في القسم الوطني الاول اللي صعد اول مره، واللي مع كامل احترامات المنطقه لمارتيل المدينه اللي كيعرفها الكل، ولكن على المستوى الرياضي عطى اشعاع اضافي، يعني فريق طلع هو المتصدر ديال القسم الثاني، الان عنده واحد البيدجي اللي انت شتيه اللي ثقيل اثقل من العديد من الفرق ديال الفوتسال العريقه، ورغم ذلك باقي كيمارسوا في واحد القاعه اللي حشومه نقول عليها قاعه ديال الفوتسال. راه البنيه التحتيه راه كتعطي الدار اول حاجه الفريق باش ما يكامس المستوى، لان شفنا مارتيل هو نفسه نهار اللي تلاقى مع المحمديه وهو نفسه اللي تصدرك من ذاك الملعب، واللاعبين اللي كيمارسوا في ذاك المستوى اكيد ما يغطوش الاضافه كامله، وبالتالي بلا ما كما كنقولوا الحظوظ ديالهم غتضعف بشكل كبير. بالنسبه للمدن تطوان بحال هاد المدن يعني كنلقى مثلا فريق في القسم الوطني الاول اللي هو اجاكس تطوان، وفريق اللي اكثر اللي عارق حتى هو المستشفى الاسباني اللي هو اول فريق دا البطوله الوطنيه في داك الشطر الشمال الشطر الجنوب سنه 2004، يعني فريق عارق ما ساهل ماشي شي واحد اللي يلاه طلع من الدوزيام ديفيزيون، يعني عندك فريق او فريقين وبعد الفريق مثلا اولمبيك تطوان الحاليه المتصدر القسم الثاني، يعني ما كاينش واحد الفرق كثيره، ورغم ذلك كتلقى هاد المشاكل ديال البنيه التحتيه. اذا على الاقل مثلا ماشي بحال الشكل ديال قنيطره، قنيطره مثلا عندنا واحد 30 فريق كيمارس، اذا خصنا التعدد ديال القاعات، ولكن الفريق اللي ما عندهاش التعدد العديد من الفرق يعني عندها توتال واحد 10 او 11 فرق قاعه وحده تكفيك تخدم فيها على الويكاند كامل، وحتى التدريبات ما غتلقاش مشكل في النهار، يعني راه عندك 24 ساعه ندير واحد 12 ديال الخدمه راه غتقسم راه غتجي هي هذيك مع الفرق، بالتالي خاص التعاون. هذه رساله خاص تكون استجابه، لان مثلا بحال هاد القايته المجلس يلا طلعوا الحكم، هذه لقيت تبين على انه من الصحق تسير الشان الرياضي بمدن الشمال سواء تطوان سواء طنجه سواء مارتيل سواء ايضا
الحسيمه اللي تابعه جهويا واللي زرتها يوم امس عندها واحد المعاناه من نوع خاص غادي نطرق لها في الحلقه القادمه ان شاء الله. خاص التعاون والتطبيق الفعلي وليس مجرد الرغبه. نعم مهدي شكرا كثير على القاعه ديال مارتيرو. شخصيا انا كنت حضرت مقابله تما فيها، فهذيك القاعه كتصلح لكل شيء الا لممارسه كره القدم داخل الصالات. كل ما يداروا فيها السكي ربما كانت تكون افضل. وهذا الموضوع مهدي ديال القاعات غادي نرجعوا له بتفصيل عبر قناه اخبار الفجر المغربيه والفجر سبور. كما ذكرنا سابقا ان كره القدم داخل الصالات تطورت بشكل كبير الى درجه ان وصلنا للعالميه، لان باش تكون ضمن الثمانيه الاوائل في العالم وتكون عندك قاعات بحال هذا اكيد ان الناس مسؤولين لا يسيرون هذا الركب ديال كره القدم داخل الصالات. وما ننساش نوجه تحيه خاصه للمتابعين، يعني بعد صدور الحلقه الاولى عجبهم المحتوى اكيد كنوعدهم على انه غيكون تناول العديد. وكما قلت لي فالباب كيبقى مفتوح لجميع المتابعين، اي متابع الفوتسال اي مهتم بالفوتسال عنده شي قضيه اللي خصها تسلط عليها الضوء نحن بالتعاون، ولو اننا على درايه بعدد من القضايا، لكن يعني كلما علمت شيء كلما غابت عنك اشياء أكيد. وبالتالي اي مقترح اي مشكل اي شيء حاجه تساهم في تطوير الفوتسال وليس التشويش على مسؤوليه فهي فالفجر سبور واخبار الفجر المغربيه تفتح الباب للجميع. نعم نفتح الباب للجميع، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من استوديو فوتسال.